اقترب ميلاد مشروع تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الفار في الملاعب العمانية، بعد أن تواصلت بالأمس المرحلة 16 من المشروع التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم، وتختتم يوم غد الخميس. شوف، كرة القدم دائما هي متطورة، ونحن لازم كحكام في نفس السلك أيضا نتطور، ولازم نواكب التطور. فتقنية الفار اليوم أصبحت مطلب رئيسي، ولازم نحن نبدأ نتدرب على تقنية الفار. هذه الورشة الرابعة لنا، ظل معنا الورشة الأخيرة، لكن الآن أصبح حكامنا قادرين بهذا المستوى، قادرين على أن ندير تقنية الفار. صحيح محتاجين المرحلة الأخيرة مع الفيفا، لكن نحن ما زلنا اليوم نعد نفسنا في مراحل متقدمة في التدريب. حلقة العمل بهذه المرحلة اشتملت على تدريبات عملية مباشرة على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، قبل خوض الاختبار النهائي مباراة كاملة بحضور خبراء ومقيمين من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. الورشة جمعنا الحكام على مجموعتين، كل حكم التفاصيل اللي طالبة فيها الاتحاد الدولي، هي كل حكم يخضع له 80 دقيقة، كل يوم كل حكم يكون 20 دقيقة، سواء في السيميليتر أو في الملعب، يعني يكون في السيميليتر 20 وفي الملعب يكون 20، في النهاية يخضع له 80 دقيقة. المرحلة الأخيرة اللي تكون فيها إن شاء الله بإذن الله تكون فيها الرخصة، لازم كل حكم يخضع لمباراة كاملة مستمرة. هذه المرحلة تأتي استكمالا لمشروع التقنية الذي يوليه اتحاد كرة القدم عناية فائقة ضمن رؤيته المستقبلية في الارتقاء بعمل الحكم العماني محليا وخارجيا. الفار متطلب لجميع البطولات، فإن شاء الله تعالى كحكام احنا نجتهد ونسعى لتقديم الأفضل، وكذلك أن الفرق تحصل حقوقها مثل ما يقولوا، والأخطاء واردة، وإن شاء الله تعالى الأخطاء تكون أقل بكثير ما كانت بإذن الله تعالى. الوسط الرياضي يترقب بشغف كبير التطبيق الفعلي للفار، والتحكيم العماني سيكون أمام تحد واختبار جديد، هذه المرة تحت رقابة التكنولوجيا الحديثة.